بالتأكيد ليهم دور كبير جدا في صناعة كرة القدم، وبيقال إن هم كمان ممكن يكونوا سبب من أسباب الأزمة اللي ضربت أسواق الانتقالات وأثرت بشكل كبير جدا على ارتفاع أسعار اللاعبين في العالم كله. الكلام طبعا على وكلاء اللاعبين اللي في القريب جدا يمكن يكون دورهم ليه شكل وليه أدوات وليه صلاحيات مختلفة تماما طبعا بعد وثيقة أو بعد إصدار وثيقة الفيفا. هيكون معنا إيطالي أندريا دي أميكو، عضو لجنة وكلاء اللاعبين بالفيفا، وبالمناسبة هو نائب رئيس لجنة وكلاء اللاعبين في الدوري الإيطالي. طبعا بداية بشكرك على مشاركتك معنا وظهورك معنا على شاشة الأهلي في السادسة. أنا أيضا فخور بظهوري على قناة النادي الأهلي، وأود أن أوجه تحية لجماهير النادي الأهلي التي يشاهدون الآن من خلال هذه القناة العظيمة، وأنا سعيد بالتحدث لشاشة النادي الأهلي. بداية خليني أكلمك على وثيقة الفيفا الخاصة بوكلاء اللاعبين. إيه المعايير الجديدة؟ إيه الصلاحيات؟ إيه الدور اللي ممكن هيكون منوط به وكلاء اللاعبين في الفترة اللي جاية من خلال وثيقة الفيفا؟ في البداية يجب أن شيئا هام يجب أن يعلمه الجميع عن عمل وكلاء اللاعبين. كما ذكرت هناك وثيقة مهمة تم منحها خلال الفيفا، يجب على أي وكيل لاعبين أن يعمل حسب قوانين الفيفا. هناك قوانين يجب أن يعود إلى الفيفا أولا، وهناك أن يعمل التعليمات التي يصدرها الاتحاد الدولي. وكيل اللاعبين يجب أن يعلم ما هي وظيفة وكيل اللاعبين، لأن هناك فرق بين الوسيط وبين وكيل اللاعبين. وكلاء اللاعبين لديهم وثيقة تم منحها خلال الفيفا، بعض القوانين يجب أن يتبعها ويجب أن يتحدث عنها ويجب أن يتخذ طرق مشروعة للتعاقد مع اللاعبين. بيقال أنه وكلاء اللاعبين جزء من أزمة ارتفاع الأسعار الخاصة باللاعبين على مستوى العالم، تتفق مع الرؤية دي؟ هل بتشوف وكلاء اللاعبين جاني ولا شايف أن هم مجني عليهم؟ الجميع يتحدث دائما عن ذلك الشيء وهذا ليس صحيح. هناك دائما مشاكل بين وكلاء اللاعبين وبين الاتحادات الخاصة بهم، لكن إذا ما قمت بعمل بطريقة مشروعة، أن تتحدث مع النادي وتتحدث مع اللاعب في نفس الوقت بطريقة مشروعة، هذا يجنبك العديد من المشاكل. لكن يتحدثون دائما أن وكلاء اللاعبين ما يصنعون المشاكل ويجلبون اللاعبون إلى بعض الدوريات الأخرى من أجل المال، هذا ليس صحيح. نحن نعمل ولدينا أسر ولدينا أشياء مهمة جدا، لكن هناك بعض الأشياء التي تحدث داخل إدارات الأندية، كفشل بعض الإدارات من التعاقد مع اللاعبين، أو هم يريدون أن يشترون بعض اللاعبين بأشياء قليلة جدا ويقولون أن وكيل اللاعبين هو المتحكم في ذلك، وهذا ليس صحيح. لو سألتك على الكرة الإيطالية تحديدا وأنت نائب رئيس لجنة وكلاء اللاعبين في إيطاليا، يعني يمكن من 10 سنين أو من أكثر من 10 سنين فاتت كانت الكرة الإيطالية والمسابقة الإيطالية هي الأكثر جذبا لأهم الأسماء، كان أهم النجوم في العالم كله بيلعبوا في الدوري الإيطالي، ورغم كده اتسحب البساط من الكالتشيو وراح لدوري زي الدوري الإنجليزي أو حتى الدوري الأسباني على مدار 10 سنين فاتت. إيه دور وكلاء اللاعبين في ده؟ وإزاي ممكن ترجع إيطاليا مرة تانية صاحبة واحدة من أقوى المسابقات أو أقوى مسابقة على وجه الأرض؟ شكرا على توجيه هذا السؤال. سؤال يبدو أنك متابع جيدا للدوري الإيطالي، لكن هناك أزمة كبيرة جدا اقتصادية مرت بها إيطاليا ومر بها الاتحاد الإيطالي ومرت بها إيطاليا بالأخص، لأن إيطاليا لديها أزمة كبيرة جعلت بعض وكلاء اللاعبين يفضلون، ليس فقط وكلاء اللاعبين لكي أكون صادقا معك، لكن اللاعبون أيضا ولاعبون إيطاليون يفضلون الذهاب خارج إيطاليا، لأن الأندية الإيطالية لديها مشاكل اقتصادية كبيرة. لكن إذا ما اعتبرنا هذا ما يؤثر على الكرة الإيطالية، هناك أشياء كثيرة أيضا تؤثر على الكرة الإيطالية، كالفضائح مثلا الكبيرة التي تمر بها. يجب أن تسأل العديد من مديرين الرياضيين الآن،
الذين هم متورطون في مشاكل اقتصادية كبيرة. يجب أن يتحد الإيطاليون في جميع المجالات المختلفة وليست كرة القدم. لكن أشياء كثيرة أبعدت اللاعب الإيطالي والمواهب الإيطالية الآن. عندما نرى موهبة عظيمة نقوم بالجلوس مع اللاعب. هل تفضل اللعب لهذا أم هذا أم ذاك؟ اللاعب دائما مثل وكيل لاعبين، هم يسألوننا ويعتبرونك أولياء أمور، ونحن من نحدد وجهة اللاعبين. أنا أعرض الأوفر على اللاعب، هناك نادي يدعى كذا وكذا وهو من يختار. لكن يعني خليني أستعرض معك بعض التجارب اللي يمكن كانت من ممكن أنها تدفع أو تساعد الكالتشو الإيطالي على الرجوع مرة تانية لسابع عهده. يعني عدم قدرة نادي زي روما في الحفاظ على نجم بقى واحد من أهم نجوم العالم محمد صلاح، عدم قدرة اليوفي على الحفاظ على كريستيانو رونالدو، عدم قدرة الإنتر على الحفاظ على لوكاكو وأشرف حكيمي وغيرها من الأمثلة. تفسر ده بإيه؟ وعدم قدرتهم كمان على تعويض الأسماء دي بأسماء على نفس الدرجة من الكفاءة. بالنسبة لهذا دعنا نتحدث عن قارة أفريقيا. بالنسبة لمحمد صلاح، محمد صلاح قام بعمل أشياء خارقة وأثبت نفسه في روما، لكن فيرونتينا كان له الفضل في تطور محمد صلاح. وأنا أذهب كوكيل لاعبين، أذهب إلى المغرب. المغرب لديها العديد من اللاعبين. أنا أعشق قارة أفريقيا، لكن اللاعب الأفريقي، أنا بفضل اللاعب الأفريقي. قد يكون هذا غريبا لكم عن اللاعب الأوروبي، لأن اللاعب الأفريقي لديه إمكانيات بدنية عظيمة ولديه منتاليتي آخر بعكس اللاعب العربي. يجب أن نفرق بين اللاعب العربي واللاعب الأفريقي. لكن صلاح كان طفرة، ويجب أن نشكر روما، لأن روما طورت محمد صلاح وطورت من مستواه كثيرا جدا. لكن في مصر هناك العديد من اللاعبين المصريين، أنا أتابعهم بشكل خاص، ومن حسن الحظ أن اللاعبون المصريون الآن بدأوا في الظهور كثيرا في الدوريات الأوروبية. ممكن تقول لنا أسماء؟ مين اللاعبين المصريين اللي لفتوا نظرك في الفترة الأخيرة، ومين اللي أنت هتكون حريص على متابعتهم في بطولة أمم أفريقيا؟ هو يتحدث الآن بالنسبة للسكاوت أو بالنسبة لبعض اللاعبين، هو لا يتذكر الأسماء جيدا، لكن حفاظا على سرية المفاوضات في يناير قد أخبركم بعض اللاعبين المصريين. طب خلينا بلاش بعيدا عن اللاعبين المصريين، أهم الصفقات الميركاتو الشتوي المتوقعة في الأندية الإيطالية. بالنسبة لميركاتو هذا العام، دعنا نتحدث عن يناير. هناك مشكلة كبيرة، مشكلة تفاقم الفيروس. بعض اللاعبين، بالنسبة لي محمد صلاح قد يغادر في الميركاتو، ليس هذا الميركاتو لكن الميركاتو القادم في الصيف. وهناك عرض لمحمد صلاح من إيطاليا. لوكاكو أيضا لديه مشاكل مع تشيلسي، وقد يغادر لوكاكو في الانتقالات الشتوية، وهذا حصر لقناة النادي الأهلي. قد يعود للإنتر. وهناك أيضا إيكاردي قد يعود إلى الإنتر. وميركاتو يناير ميركاتو مختلف عكس ميركاتو الصيف، بعض اللاعبين القلائل، لكن إيطاليا قد يحدث بها طفرة في هذا ميركاتو يناير. ثلاثة لاعبين قد تأخذهم حصريا لتصريحات للنادي الأهلي: لوكاكو، وعودة مورو إيكاردي إلى الإنتر قابلة قريبة أو اليوفي. لكن إيطاليا قد تعود أيضا إلى واجهة. أندريا داميكو عضو لجنة وكلاء اللاعبين بالفيفا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، واتمنى متابعه جيده ليك لبطوله امم افريقيا، واتمنى كمان يكون في اكثر من تكرار لتجربه محمد صلاح مع الانديه الايطاليه. شكرا لقناه النادي الاهلي، ونتمنى التعاون في الايام القادمه.